الموز من اسهل زرعة انت ممكن تزرعها. ده موز اسمه موز الويليام. اهم حاجة في الموز ان انت ما بتخليش ولد جنب الشجرة. ازاي بقى؟ هي اقل حاجة الشجرة اللي فيها الصباطة، بالصلاة على النبي. بص، الصباطة فيها متر وبتوصل متر ونص كمان، بالصلاة على النبي عليها. بس اهم حاجة تنقل الولد من جنب شجرة الموز، يعني هي الام اللي فيها الصباطة وجنب منها واحدة. تاني حاجة، الموز ده بأسهل حاجة بيمشي، يعني انت ممكن تسمده وممكن ما تسمدوش، ممكن تحطله سباق وممكن ما تحطلوش، هو معاك على الحلوة والمرة. اهم حاجة لما شجرة الموز تطلع الصباطة، جزء التزهير يعني زي كده، ماشي، هتسيبه يكتمل معاك. اول ما يكتمل معاك ويبقى زي كده، تقطع كوز التزهير من تحت، عشان كوز التزهير ده بيشد غذاء الصباطة، لازم يتقطع. تسيب قيمة 10 سنتي 20 سنتي وتقطع كوز التزهير. ده في الموز الويليام، وينطبق على الموز المغربي. شجرة الموز ازرعها عند بيتك تاكل انت وعيالك.